ولا تقربوا على الشارع ولا تسكروا بالشارع. شوي بس يجروا خكاو با اخبط عادي يا طوالي اخبط عادي. شايف كنت اسحبه ارجع ورا. طب راجع وين؟ ارجع ورا وين بدي ارجع ورا؟ ما يراجع ورا. شو مالك تعصي حالك؟ تعصي حالك كثير يا اخي. ورا يا زلمه يا زلمه يا زلمه يا زلمه يا زلمه. 11,000 نسمة عليهم. خي احكي طول روحك يا زلمة. يا زلمة شوي شوي. 14,000 نسمة مسكر عليهم. اليوم تم إغلاق الطريق الكوفة. 11,000 نسمة محرومين يفوت على أرضنا. يفوت على دور نزل واد. مدخل واحد. ابني ابني على الطريق مش سالم. زوجتي مش سالمة. ليش؟ انا صاحبك انت بتكون كبلديه تجيبوا مخططات. انا شو بتفرق معاكو اذا انا بسوي بنكيت هام؟ شو بتفرق معاكو؟ شو الامن بتطفيه المدخل التحتاني؟ شو بفرق معاكو ليش مسكر؟ احنا اخذنا اكثر من وعود من 2012 لكن لحم تنادي. احنا راح تكون وقفتنا وقفه سلميه لغايه تنفتح الطرق ونعيش بسلام وامان. وانا بامل منك ان الجيش ما يجي يحتك هام. احنا وقفين لا مسكرين شارع ولا ضربين حجر ولا شيء. بدناش الجيش يحتك معهم. باي مفتوح الطريق. مفتوح الطريق. ليش هذا بغلط بالسبع علينا؟ يلا يعني معقول ربع ساعة صعاب معقول؟ ليش ما وقفت؟ عارف الجواب انا قدرت العجز الصغير عقاب الجماعه هي انا اقف عشان تفضل انا حجر تقني مش انت مخابرات الجيش وجعل حالك المدينة كلها تفضل اعتقل اما سياسه عقاب جماعي يوم ما صار تسكير الشارع لليوم توقف الضارب توقف المواجهات ما توقف خليه انت بتفكر انك تحل المشكله هيك شو تحل المشكله ما في ناس خلال بحر الصحراء احنا راح نضل نفاوض نسوي وقفات لغاية تفتح الطرق قالوا نحكوا الجيش يقول لك انا معنا ربع ساعة ربع ساعة وبكرة وكل يوم مش نسوي احتجاج هو قال لك يعني الاسبوع هذا قال لي الاسبوع هذا راح الاسبوع اجيب روحك انت بهدي ضع مني شيء كذا.